السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تمام. 嗯。<clears throat> السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب وطالبات جامعة الجامعة السجية والحضور الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة اليوم بعنوان التحول الرقمي الذكي تطور تدور, تدور الندوة حول الثورة الصناعية الرابعة مفهوم التحول الرقمي استخدام الرقمنة الآمنة كيف نستعد للتحول الذكي وأخيرا وليس آخرا نتشرف اليوم بانضمام الدكتور بلال أيوب الحاصل على أستاذ هندسة وأمن الشبكات وخبير الذكاء الاصطناعي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وهواي سيرتيفايد أكاديمي انستراكتور عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة البدرة الأردنية فليتفضل الدكتور فلال أيوب ببدء ندوة اليوم. <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أخت إيمان على المقدمة بارك الله فيك وإن شاء الله نبدأ مباشرة حتى لا نضيع وقت الحضور خليني أعمل شير على السكرين ريت تأكدوا لي على أنه الشرد تمام مفروض انه شير دلوقتي الباوربوينت نعم يا دكتور وضح. خير يا ايمان تمام؟ اه يا دكتور واضح طيب على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم ما قدمت البشمهندسه ايمان إيه على موضوع المحاضره اليوم راح يتكون او يدور حول التحول الرقمي الذكي واذا لاحظتوا انا خالط كلمتين تحول رقمي وذكي واحنا تعودنا انه دائما كلمه ذكي او المصطلح ذكي وبنطلق دائما على الارتفيشال انتليجنس فحبيت اني اقول التحول الرقمي بما يحتويه من كل شيء بما فيه الذكاء الاصطناعي وبما فيه اداره البيانات والموضوع المهم اللي راح نتكلم ونتطرق له اليوم ان شاء الله طبعا لا يخفى على احد من حضراتكم انه هناك ثورات صناعيه مرت عليها الكره الارضيه منذ بدايه القرن الماضي والقبل تمام الصوره هيك اوضح انا عملت لها ماكسمايزنج تمام واضح هيك افضل يا ريت اذا حدا نعم يا دكتور اه تمام معلش انا بعد مرات عشان ريموت لي قاعدين شغالين اون لاين فما اقدرش امشي والناس مش معي يعني او هت. كما نعلم جميعا اخواننا انه هناك عده ثورات مرت فيها البشريه منذ آه الاله البخاريه في آه والميكنه الصناعيه تمام، في البدايات القرن الماضي، ثم اختراع الكهرباء، وكانت في وقتها، يعني طلع وقت, الـ وقت الـ الميكنة الصناعية، كانت هناك عبارة عن كأنها طفرة، في هذا في ذاك الزمن، واختراع الكهرباء في ذاك الزمن ايضا بعد الثوره الثانيه ما قصدته تمام ايضا كان هناك شيء من الطفره والشيء الغريب الزائر القادم الجديد هذا على البشريه اللي هو اختراع الكهرباء يمكن الان نقول ايش يعني اختراع الكهرباء عادي شيء عادي صحيح بعد ذلك دخلنا على الثورة الصناعية الثالثة وهي التي كانت تتكون عبارة عن ثوره في صناعه الالكترونكس الاي سيز والاجهزه الالكترونيه وتوجت في الموبايلات موبايلات النوكيا القديمه اللي هي ليست سمارت ثم توجت نهايتها في السمارت ديفايسز uh, للموبايل ومن ثم الجي اس ام سيستم اللي هو اللي هو الشبكات اللاسلكيه وشبكات الموبايلات وبدأنا كل ذلك يا جماعه تمهيد لمين للثوره الرقميه الرابعه اللي احنا نمر فيها في هذه الايام وفي هذا بدايات القرن الثوره الرقميه الديجيتال ايران هي عباره عن نتاج عباره عن تطور طبيعي تدريجي لما تم به نقل هذه الثورات الصناعيه منذ عشرات ومئات السنين لذلك اذا بتلاحظوا هي تتجه كانت تلقائي نحو ايش نقول محاكاه الانسان يعني لما نقول احنا الثوره الرقميه الذكيه معناته المخلوق الوحيد الذي خلقه الله عز وجل على هذه الكرة الأرضية الذي يفكر بدماغه وبه قدر من الذكاء وتختلف من شخص لآخر تمام هو الإنسان وبالتالي إحنا باتجاه تحويل الأجهزة والمكونات والمعدات تحاكي الإنسان تفعل تعمل عمل للإنسان ولو في أجزاء معينة في البشرية كل ذلك من أجل إيش يا جماعة؟ ذلك من أجل تحقيق السعادة من أجل تحقيق الرفاهية المساعدة الإنسان على هذه الحياة الصعبة اللي بمر فيها واللي هو كان شريك في جعلها أكثر صعوبة لذلك كثير من دول وبالذات دول الخليج صار هناك سباق حميم نحو تطوير الانفراستراكشر في كل بلد من هذه البلدان وان كانت الامارات هي كانت السباقه في ذلك في موضوع الديجيتال ترانسفورميشن رقمنت رقمنت كل ما له علاقه في اللايف ستايل تحويل الحياه الى ديجيتايزيشن تسهيل على المواطن تسهيل على المقيم بكثير من البروسيسيز اللي كان يعاني منها بكثير من الأمور والضجر والضيق والأزمة والازدحام فإذا حولت إلى الديجيتايزيشن كان هناك نوع من الفاسيليتيشن للناس تمام من خلال ستاندرز حنتطرق عليها وعبارة عن بروسيجر مستو بي فولود وفريم ويرك معين إيه اللي بنقوله في الماتشوريتي ليفل لهذه الدول بالذات دول الخليج واذا اذا بنلاحظ ليش انا مركز او جبت اول سلايد على دول الخليج دول الخليج إيه فيها نفط وهي النفط كان هو القوه المحركه في القرن الماضي او بدايات هذا القرن تمام لعجله الاقتصاد وهو القوه الوطنيه والامن القومي وجود للانبوتس للريفيوز للبلد ومعلوم وإحنا درسنا انه الابار النفط والكميات ايش مالها يا جماعه بامتداد السنين سوف تقل لذلك الكل بلش يدق جرس الالارم زي بيقولوها الخطر انه المفروض نعمل بدائل على النفط نعمل شيء وبالتالي بالفعل الثوره الرقميه الحاليه هي راح تكون بدائل يعني اذا نضب النفط راح يكون الامور ماشيه باعتماد على امور اخرى اللي هي عالم الديجيتاليزيشن عشان هيك كانت خطه استراتيجيه وتوجه قومي واداري ورئاسي تمام من اعلى المستويات من اجل ايش؟ من اجل تطبيق وتنفيذ النظريات التي بها من عشرات السنين ترى بالمناسبه الاي اي والديجيتال ترانسفورميشن ليس وليد اللحظه، مش واحد الصبح هيك اجته حلمه ولا فكره وبده يطبقها، لا، الريسيرش في هذا الموضوع هو من عشرات السنين، انا شخصيا عملت مشروع منذ 30 سنه في الذكاء الاصطناعي تتخيلوا يا جماعه في جامعتي بالذكاء الاصطناعي منذ 30 عام، تخيلوا لكن كانت كلها اندر ريسيرش كانت كانت الابحاث وكانت المشاريع بسيطه نوعا ما بالماشين ليرنج لكن الان لا نستطيع ان نقول بتقدم التكنولوجي ان هناك امور تنفذ وتطبق وتحاكي بل تفوق عمل الانسان بادائه في كثير من الامور لذلك أن عمل نوع من الـ ميجرمنت لهذه الدول في الخليج وكان زي ما انتم شايفين بنسبه 67% الامارات ثم السعوديه وقطر وهكذا للاخر. طبعا هذا الكلام وضع في استراتيجيه البلدان فاصبح لدي شباب في استراتيجيه فقط إيه اللي هي التقليدية بالبلدان لكل وزارة لكل هيئة إيه اللي هي الاستراتيجيك بلانينج تخطيط الاستراتيجية اللي هو التقليدي لا 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 صار عندي استراتيجيك بلانينج ديجيتاليزيشن أو ديجيتال based أو بنقدر نقول عليه عبارة عن ديجيتال استراتيجيك بلانينج يعني أنا يجب أن أخذ بعين الاعتبار في شتى مناحية في الدولة في كل الوزارات والهيئات الثورة الثورة الجديدة اللي هي الرقمنة أو الديجيتال ترانسفورميشن وإلا كما خرجت وتذكرون يمكن يمكن منكم أعماركم بتذكر إنه كيف مرة واحدة نوكيا بقلالة أدراها على رأيهم طلعت من السوق بسرعة مع إنه نوكيا زماننا وزمن اللي بعدينا تمام كان نوكيا هذا الموبايل هو شيء يعني طفرة واستحالة كنا نقول استحالة إنه نوكيا ممكن إنها يحصل نوع عندها نوع من تطلع من السوق هيك بليلة ما لها قمر على رأيهم تمام وأيضا كاميرات الكاميرا لو سألتوا أبهاتكم كاميرات كاميرا اللي هي الكودك اللي كنا نوديها عند تحميض الفيلم وكذا تماما هذول النوكيا وكودك وكثير من الشركات في بالسنوات السابقه بلحظه خرجت من السوق وخسرت وكبلت بكثير من الخسائر، ليش؟ لانها كانت عندها لونج رن، ما كان عندها تواكب العصر في القدره على انها تتنافس، كيف تستبدل التكنولوجي اللي موجوده عندها وتعمل لنفسها ابديت وتشوف لما الزائر القادم اللي جاء وفاجئهم ربما تمام او اغتروا هناك يعني في سؤال السي او تبع نوكيا قال له انت انتوا مش عارفين انه في عندنا ديجيتال ايرا جاي وثوره ايه لا 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 رقميه جاي جاي قال احنا كانت الانكم تبعتنا والريفينيوز صراحه مش سألين هالطلع مش سائلين انه انه ان نطور ان ان وان نغير لانه كانت بكثافه شديده هو ليه حق لكن بلحظه على طول دخل معاه منافس سامسونج واخذ منه السوق زي ما بيقولوها تمام ايضا على الجانب المعيشي في سنه 2050 لو بقي الوضع على ما هو عليه او لو تبقى لو بقي الوضع او البلدان اذا لم تاخذ بعين الاعتبار الديجيتال ترانسفورميشن في خططها سنة 2050 يا جماعة حيصبح تخيلوا سكان العالم 70 إلى 80 إلى 100% منهم في المدن، ما فيش حاجة في القرى ولا في ولا في الفلاحة وفيش الفلاحة راح ينلغى تمام؟ وكله حيكون مدني وبالتالي تخيلوا كمية الأزمة والزحمة والناس إيه حتاكل بعض يعني زي ما بيقولوها لو لم يجهز أو تجهز الدول نفسها تحويل إيه الكثير من مناحي الحياة وخطواتها وحاجياتها واللايف ستايل إلى العالم الافتراضي كما سوف نتكلم كمان بعد قليل أيضا لو بقي استخدام ال التكنولوجيا والتصنيع لا, لا يمكن كنتوا تسمعوا الاوزون ولا وصل عام 2050 تخيلوا يا جماعه تخيلوا شيء يهدد البشريه يعني لو لو تبقى الصناعه كما كانت بالتق... بالحاله التقليديه لوصل لو كميه الكربون في الكره الارضيه ل... او جو الغلاف ل 80% عارفين ايش يعني معناه 80% يعني بالصلاه على النبي يعني عشرات ومئات ومئات الالوف من الناس بيموتوا ايضا تخيلوا احنا في الايام هاي احنا بنعاني من ازدحامات كنا طبعا وصف دور وحتى على مستوى الشوارع والاشارات وعدد السيارات العائله عددهم بيكونوا مثلا ربما بالذات بالخليج عددهم بيكونوا خمسه بيكون عندهم عشر سيارات تمام فبالتالي تخيلوا كميه السيارات وبالتالي الانفراستراكشر تبعت الدوله طبعا طبعا هذول كلهم ليش؟ إنه كله راح يعمل معاملاته، وكله راح يقضي حاجاته، راح يسوي اموره، فهذا الكلام كله صار يعتمد فيزيائيا او او نحن في الحاله قاعدين نعتمدها فيزياء، وبالتالي صار عندنا يجب ان ناخذ حلول ان نتوجه الى العالم الافتراضي وبالتالي بدا الاهتمام بعالم الديجيتال بالفيرجواليزيشن والديجيتال transformation تمام طيب ايضا على مستوى الصحه النفسيه تخيلوا نسبه الاكتئاب بالرغم انه في عندنا حضاره والناس مبسوطه انه في اماكن للترفيه وكذا الا انه نسبه الاكتئاب تزداد يعني 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 ايام ما كان شغالين على الدواب ما كانتش نسبه الصحه النفسيه او الاكتئاب بهذا هذا طب هي التكنولوجيا المفروض انها تريحنا المفروض تحقق لنا السعاده لماذا تزداد الاكتئاب في هذا الزمن بالرغم انها التكنولوجيا عاليه وبالتالي صار هناك نقص خطر يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من اجل زي ما حكينا تحقيق تحقيق السعاده للناس والاصل انها انه انا التكنولوجي اللي موجوده ما تكونش هي لتعاسه الانسان، طيب إيه اذا ايش هو التحول الرقمي يا بلال؟ صار لك ساعه بتمهد ما هو الديجيتال ترانسفورميشن، حقيقه الديجيتال ترانسفورميشن لا تعتقد انه هو عباره عن جهاز ولا تعتبر انه شيء الكتروني هي ثقافه هي اويرنس هي وعي، وعي مين؟ وعي من بلال مثلا او اي مواطن او اي شخص او اي انسان مهما كبر مهما كان سنه ايوه بضروره الاعتماد على العالم الافتراضي اللامرئي، كيف يعني؟ يعني مطلوب من حضرتك يكون لك قرين، قرين على الانترنت، قرين على العالم الافتراضي شبيهك وانت مش موجود، يعني كيف؟ يعني حتى على مستوى التوقيع الديجيتال سيجنتشر تمام انك انت تقدر تكتب شيكات وتبيع وتشتري وتعمل معاملاتك بالتوقيع هذا الكلام ايضا يمكن ان يحدث في عالم افتراضي يعني يعني بدال بلال فيزيائي يوجد بلال اي بلال اي كابي من بلال لكن تراستد بدنا ناخذ بعين الاعتبار فتخيلوا بالله عليكم انا بدي احول نفسي الى الى اي بلال الى الكتروني بلال افتراضي طيب في فلوس في خصوصيات في معلومات في امور حاجات في كثير من المعلومات انا الاصل انه ما اطلع عليها الاخرين ولا اسمح للناس انه يشوفوا بتفاصيل ولا يخترق خصوصيتي طيب معناته البديل يا حبيبي اللي بتقول عليه هذا اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن المفروض يكون تراستد ومفروض يكون فيري سكيور دخلنا بموضوع السايبر سكيورتي فكثير من الشباب والناس ببلشوا يشتغلوا في السايبر سكيورتي تو جارانتي هذا الديجيتال ترانسفورميشن سوليوشنز او الاي اي انجن مثلا تكون سكيورد virtualization العالم الافتراضي هذا عشان تو ابلود ماي فايلز على الكلاود الاصل انها تكون برضه سكيور هذا الكلام كله يجب ان تتحول او تتغير طريقه التفكير الكلتشر المنتلتي يعني واحد عم ابراهيم بقى له 40 سنة شغال بشيء معين وبلحظة بنقول له ترى أنت الآن هتبعت فلوسك لابنك من خلال الموبايل هو متعود يمسك الفلوس بإيديه وعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام أنت بتقول له مرة واحدة كبسة زر أنت بعت ألف دولار ولا ألف درهم ولا مئة ألف ولا كذا وبالتالي هي ثقافة هي وعي هي معرفة عميقة بالتكنولوجيا وتوصيل مدى الtrustability لمين للناس إن هذه هذه في عندي على مستوى البيبل people skills. تمام ايضا الاوبريشن ايش قصدك بالاوبريشن يعني سعادتك كنت تصف دور على وزاره ولا هيئه وتاخذ الابلكيشن وتنضيه وتحط طابع مش عارف كذا هذا الاسلوب التقليدي حقيقه وان كان كثير من الدول ما زالوا يستخدموه لكن ما شاء الله انا اهنيكم في الدول الخليج سواء بالامارات السعوديه قطر تمام سبقين وعملوا هذه البروسيس الان كلها باي موبايل يعني انا اذكر كنت في في الرياضة أو في السعودية عموما عندهم أربعة أبليكيشنز هي كل شيء بتعمله في حياتك حاليا موجود موجود كل شيء بتعمله في الدولة من خلال الأربع موبايلات حتى مستوى الحج حتى مستوى العمرة تمام هذا كله الاوبريشن وبالتالي هذا الكلام يجب ان يكون له انفراستراكشر من استخدام واستغلال وتطبيق التكنولوجي اللي موجوده في هذه الايام حقيقه الديجيتال ترانسفورميشن كتقنيات فيها بنتكلم اكتوري على الكلاود كومبيوتينج بنتكلم على الانترنت اوف ثينجز بنتكلم على السوشيال ميديا انتم بتلاحظوا يا شباب اتوقع الجيل اللي موجود جيل جامعي الان فالاغلب انت وانت موجود على على الانستغرام على التويتر على 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 السوشيال ميديا عموما بغض النظر باشكالها وايش متاح وايش غير متاح بتشوف الانترستس والبيهيفير تبعك بيعطيك الادز الادفيرتايزمنتس حسب انت رغباتك وانت ايش انتريستد فيه تمام فهذا كله هناك تقنيات قاعده بتدرس تقنيات ذكيه الجوريثمز معموله ببرامج كمبيوتريه تمام تقيس وتدرس تخصصك واهتماماتك تمام إيه وتحقق لك بيض ارض مفروض الايش الرغباتك ايراد إيه النيدز تبعتك تمام فعندي مجموعه من التقنيات حقيقه تزداد وكل يوم عن يوم بيكتشف مياه طيب اذا إيه يجب ان اكون انا على وعي إيه يعني مثلا تخيلوا في زمن جاي قد قريب جدا حنشوف الدرونز هاي هي اللي تعمل لي ديليفري للاكل تبعك مثلا فانا تخيلوا لو ما كنتش مقتنع وعندي المنتلتي لإني اه اتقبل اني استلم ال تبعتي او الميل تبعتي من ايش؟ من من الدرون، كيف راح استخدم هذه التكنولوجيا؟ اذا هي وعي ثقافه تمام؟ طبعا حتى تتم ونصل الى عمل الديجيتال ترانسفورميشن الموضوع ما بيهتم هكذا ولكن مشي بطريقه بروسيجر في فريم ورك انا عشان اتحول من الحاله التقليديه المكتوبه الى حاله رقميه حولنا الدوكيومنت الفيزياء تمام الى ايش بسموها ديجيتاليزيشن ديجيتاليزيشن اوتوميشن ارتفيشال انتليجنس ايش داتا مانجمنت اعيد مره ثانيه شوف التحولات اللي بتحصل الاصل اني انا حولت الشيء التقليدي الاوراق الكارد كبي تمام الاوراق يعني الان مصانع الورق ومصانع التصوير ومصانع كذا اذا ما ظبطش حاله راح خسر فالاصل انه كلهم هاي التكنولوجي يتركوها يعني تبقى على شيء بسيط اذا حكينا بتحولها الى ديجيتايزيشن او ديجيتاليزيشن ديجيتايزيشن ثم اوتوميشن تمام كل هاي الامور بالسيكونس اللي قلته تمام يجب ان يكون حتى تتوج في استغلال ايش الداتا واستغلال إيه الداتا كاسس زي ما احنا هنشوف كمان شوي الاتمته اللي هي باللغه العربيه اللي قلت عليها الاوتوميشن تمام وهكذا الاي اي جواته عباره الاي اي يا جماعه ليس الجوريثم الاي اي ليس ديفايس الاي اي هو عباره عن علم عباره عن امبريلا من التقنيات تحتيها كثير من الالجوريثمز وال نقول اللي تحقق لي اشياء تحاكي عمل الانسان يعني نحاول انها نعمل شيء كان يعمله الانسان كان يعمل جزء منه الانسان تمام مثل الب... وباستخدام طبعا تولز زي المشين ليرنينج والريزونينج والناتشورال لانجويج الابلكيشنز تبعت كل الاي اي دخلت في شتى مناحي الحياه تخيلوا تكلم على الاديوكيشن تكلم على الجيمينج تكلم على الروبوتكس الروبوتكس الان بيشتغلوا يا جماعه بالفيلينج تخيلوه في بره في الغرب كيف بخلي الفيلينج تبعت الروبوت الفيس البودي لانجوج يعطي انتر اكشن وفيلينج بينه وبين الختيار وبينه وبين العجوز اللي موجود لانه اه 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 هذا العجوز برا ابنه تاركه لحاله في البيت يعفن فحطوا له بروبوت عشان يحاكيه يناقشه يتكلم معاه ياخذ ويعطي معاه تمام ايضا دخل في الاجريكلتشر اللي هي في في الزراعه في كل حتى على مستوى الانترتينمنت يعني حتى على السيميليشن بتاخذ هالماسك تمام هالجلاس سوري 3 دايمنشنال وبيعيشك في جو اتوقع انتم اكيد كما لو كان حاضر هذا الكلام الاي اي في الابلكيشن في شتى مناحيها حقيقه اكشولي احنا وي ار توكينج اباوت اي اي ويل تشينج ذا مين ذا لايف ستايل تماما ايش اللي بده يعمله الاي اي؟ بده يحاول يحاكي ما كان يفعله الانسان بطريقه اي بل افضل من ذلك الانسان يا جماعه كان يعاني ايش كان يعاني انه تعبان مريض نفسيا إيه مش جاي اليوم زهقان ملان تمام غضبان إيه مبسوط كثير فرحان كثير هاي الامور كلها بدنا نعتمد في الهيئات والمؤسسات على الانسان كومبليتلي معناته ايش معناته احنا إيه رح نخسر وكثير من بتعرف يعني اوكي بنعطي انذار وبنفنشه طب وبعدين فقال لك يا اخي خلينا نعمل ايش؟ نعمل محاكاه له بما فيه الروبوت الروبوت يا جماعه بده يحاكي الانسان او الاي اي حتى كسيستم او كسوليوشن بده يحاكي الانسان بده يحاكي العين واطلق على شيء اسمه ايمج بروسيسنج وبده يحاكي الاذن فويس اندرستاندنج تمام وبده يحاكي الدماغ البرين وبالتالي نتكلم على الايش البروسيسور وهذا هو تقريبا اللي ما قصدته الدماغ في الانسان هو منطقه الادراك منطقه التفكير منطقه القرار طب القرار من وين هو مشغل عنده ناس مين الناس الدماغ مشغل عنده عم شغل عنده الاذن شغل عنده العين شغل عنده اللسان هاي الامور بالتفاصيل هي عباره عن سنسورز عباره عن انبوتس هذه الانبوتس بتجيب داتا تمام هذه الداتا مسموعة مقروءة مشاهدة تمام وهكذا محسوسها ملموسة كلها عشان تدخل آزا إنبوتس في البروسيسور هنا تمام وينعمل له بروسيس عشان يطلع لي إيش يطلع لي إنفورميشن الكلام هذا تم يا جماعة من خلال محاكاة وعمل مابينج إن بتوين إيش سيستم يعني الجهاز العصبي اللي من خلاله تنتقل كل المعلومات يعني مثلا أنا إيه, 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 العين هنا يا جماعة العين ايش مالها؟ مهمتها كانت تلتقط الاشاره والصوت عفوا والصوره، تمام؟ لكن حقيقه الذي يدرك الاب البصر هو الدماغ. العين مثلها كمثل الكاميرا، فقط captureing تاخذ الضوء بما فيه من صوره، لكن تمييز الصوره وادراك الصوره هو في الدماغ أيضا أخذ الأكشن على هذه الصورة شفت أسد هربت الأكشن ردة الفعل على الإنبوت تبعتي هاي من خلال البروسيس تماما هذا الكلام تم تحويل يا جماعة تحويل طلعوا من هذا ما عرفش شايفين الماوس شايفين أنا بأشر بالله واحد يجاوبني عشان صح, صح كده بالصلاه على النبي نعمل بريك هيك فاصل ثم نواصل معي شباب في الأمور تمام سمعيني صوتا في أي انتربت في كذا حد يجاوبني ولا ما حد راح يجاوبني هاي شباب في حد سمعني؟ الو الو انا ما بحب اني عشان دكتور مع حضرتك اوكي تمام يعني الامور تمام ها مش مهندسه؟ تمام طيب على بركه الله اوكي ايضا اللي اخر شيء نقطة حكينا عنها انه انه هم علم الطب درس وحلل و توصل الى طريقه عمل الجهاز العصبي للانسان وعمل له بين باستخدام التكنولوجيا باستخدام الجبرا فاهم وما يطلق عليه شغله بيسموها نيورال نتورك وسموها ارتفيشال نيور ان ان ارتفيشال نيورال نتورك يعني النيورال نتورك اللي هي بالعربي ايش نيورال نتورك اللي هي الخليه العصبيه تمام أولوها إلى معادلات شباب رياضية تمام بحيث إنه الانبوتس هنا هي عبارة عن إيش عبارة عن السنسورز اللي جاية من العين طبعا هنا حتكون الكاميرا في الروبوت أو الجاية من أي سنسور ديتكت مثلا الغاز تو الصوت تمام وهكذا وبنعمل له فانكشن معين بعمل له بروسيس معين تمام إيش يعني مثلا أنا شفت اللون الأحمر الدماغ هذا ادرك انه لون احمر فاجبت ان هذا لون احمر الاجابه كانت ورده الفعل طب بناء على ايش يا جماعه هذا الكلام تم بناء على خبرات متس... متتاليه برا... بناء على خبرات سابقه متراكمه ادركت اني اذا شفت هذا الرقم يعني هذا اللون اطلق عليه اللون الاحمر كما علموني هذا الكلام تماما ما يطلق عليه الارتفيشال انتليجنس او النيورال نتورك النيونر نتورك عنده مجموعة من الالجوريثمز والماتريسيز اللي بيحصلها ليرنينج باي اكزامبلز ليرنينج باي ايش كيس ستاديز بعطيه كيس ستاديز إلى أن أوصله تخيلوا إلى أن أوصل هذا البرنامج إلى أنه يستطيع أن يأخذ قرار يستطيع أن يدرك يستطيع أن يجاوب تمام وعندنا حالات كثيرة من هذا الكلام هذا الكلام اللي كنت بقول لكم يا داتاز بنعملها بروسيسنج ثم بتعطيني انفورميشن انفورميشن هو اللون احمر يعني طلعوا انا ب... انا بعيني شفت اضاءه فيها شيء ادركت انه لون احمر هي هاي الانفورميشن لما قلت انا لون احمر هي انفورميشن هذا الكلام الذي سوف ندرسه او نطبقه او نستخدم البرامج بالجوريثمز نيورال نتورك تمام حتى تعطينا هذا وهذا الكلام ما يطلق عليه هذه الايام بيسموه كمان بزنس يعني الذكاء الاعمال ذكاء الاعمال ذكاء الأعمال يعني البروسيسيز تعمل كما لو كان الإنسان يعني لا أستطيع أني أنا أميز ما بين الإنسان وكذا هنا روبوت بسيط صغير عبارة عن سنسورز تمام؟ تبعت تبعت عفوا سيجنالز وإذا في ناس معانا بعرفش التخصصات اللي حاضرين بالإيكو بالإيكو ساوندر شغالين هذا الإيكو اللي هو الموجات الصوتية تبعت سيجنالز <signals> اذا كان في قدامها اوبجكت فبتعمل ريفلكت بناء على نظريات الضوء ذاكرين السيجنال سندنج ريسيفنج سندنج سندنج ريفلكتنج ريسيفنج اه تمام فهذا الكلام بيبدا يحسب المسافه بيبدا ياخذ اكشن بده يعمل تيرن اون تمام تيرن تو ذا تيرن تو ذا ليفت كويس بيقدر يد... مثلا يعمل مي يبخ اذا كان في نار ياخذ اكشن وهكذا هذا <applause> الكلام يا شباب كله بيعتمد على زي ما حكينا من هذا من طلعوا تخيلوا من سنه كام؟ من سنه 1940 وهم شغالين بتطوير وانهانسمنت لمين؟ للذكاء الصناعي من خلال التعلم الاله الى وصلنا ما يطلق عليه الديب ليرنينج، بالمناسبه الاصعب انه اصعب التعلم الاله اللي هو المشين لينك ولا الديب ليرنينج؟ الاصعب هو تصوره المشين ال 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 ليرنينج مش كما هو الديب هو صعوبة إذا لم تكن تعلم الماشين ليرنينج وهنا يستخدم برامج خاصة مثل البايثون عشان هيك كثير من الناس حتى لو كنت لم تكن مبرمجا انك تبدا تشتغل على البايثون معلش انا 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 لا اعلم مين الاودينس اللي عندي وايش الباك جراوندز اللي موجوده ولكن اذا حدا بعد ما اخلص عنده اي اسئله انا حاضر يعني بامركم ان شاء الله الاي اي ابلكيشن تايبس هناك يعني يعني الابلكيشنز تبعات الذكاء الاصطناعي اما بتوصف شيء تم وهذا الكلام اخذناه اذا ذاكرين بالبرمجه اللي هو اف ذن يعني داتابيز واحد يعني اف كذا تمام؟ اعمل كذا، إلس اعمل كذا. هاي شغلات بسيطة ديسكريبتيف بسموها، تمام؟ يعني وصف ما حدث. تمام؟ أو أخذ قرار بناءً على داتابيز موجودة عنده، سمو expert اكسبر سيستم، إكسبرت سيستم. هلا المشين لانك طو... طور شوي، قاعد يعني يقول لك لا ربما أتوقع شيء لم ي... لم ي... لم تعلمني إياه، تمام؟ كويس؟ هذا الكلام بسموه إيش؟ بسموه predictive يعني بريدكشن، يعني توقع. تمام؟ إيه شيء يقول لك ترى تيك كير. ممكن يحصل كذا الان بيرسبكتيف برسب انا عارف عارفين شو يعني هذا الطول حاستخدم المشين بالاي اي فيها كديب ليرنينج استشيرها تعطيني اسلم الحلول ولو بعد خمس سنوات، ايش افضل شيء اعمله الان؟ تمام؟ طيب مستشار امين، الاي اي انجن يا جماعه حتكون مستشار امين لي بسبب وجود الديب ليرنينج بسبب عندها داتا كثير من الخبرات المتراكمه تستطيع ان تاخذ ايش؟ توقع هالمرة، مش تاخذ فقط اجابه، تمام؟ وطبعا هذا الكلام نعرفه انه الحقيقه اذا بتشوفه في الاخبار وفي في الاعلام وكذا بتلاقي دائما لما يجيب لك الثوره الصناعيه هاي الديجيتال او الرقمنه بعد بيقعد يقول لك 1010 وهذه جايه يا شباب من وين؟ من الكهرباء، الكهرباء ما بتعرفش الا في كهرباء او ما فيش كهرباء يا ابيض يا اسود ها يا في كرنت يا ما فيش كرنت يا 1 يا زيرو وهذا ما يطلق عليه الباينري سيستم واحنا بنشوف انه بعد مرات في الاله حاسبه او بعض الكاونترز الشباب اللي شغالين بالمختبرات اذا بتعرفوا او في منهم بتلاقي انك انت وعملت عملت زيرو زيرو مثلا 1 بيعطيني 52 الرقم 52 الرقم 52 هذا العشري بلغه وادراك الانسان لكن انا بدي اخلي المشين تتعامل بالكهرباء في كهرباء ما فيش كهرباء حتى تحاكي ما ايش مو في الاخر انت اي سيستم تعمله كاي اي تمام بالاخر عشان ايش عشان يفيد مين عشان يساعد مين عشان يعمل سبورت ودعم لاخذ قرار لمين؟ للانسان فبالتالي مفروض الاوتبوت تبع الاي اي يحاكي طبيعه مف... فهم الانسان يعني تخيل اذا اعطي له انا بتطلع في الاوتبوت تبع البرنامج سنسكريتي وطلع مش فاهم شيء ليه؟ لاني انا متعود انه في داتا في عندي راح يكون كلمات كيرفز يعطيني حروف ارقام من خلالها استطيع اني ايش افهم لذلك المشين دائما انا عشان اعمل على الاقل اكسبرت سيستم يا جماعه بجيب ايش؟ بجيب اكسبرت شخص صار له 100 سنه في الموضوع هذا بقول له تعالى عمي الداتا بيز الخبره كلها بتاعتك دي تمام فبحطها بايش؟ بسموها نولج ترانسفير نولج ترانسفير باخذ الخبره كلها المتراكمه تبعته هاي تمام وبحول عم ابراهيم اللي صار له 100 سنه هذا الى الالجوريثم عشان هيك في تخوف بالمناسبه الشيء بالشيء يذكر، في تخوف من كثير من الموظفين في المؤسسات والوزارات وكذا، يقول لك يا عمي الـ AI مشين هاي والالجوريثم حييجوا تاخذوا مكاني وانا حتفنش ومش راح ناكل العيال، تمام؟ طيب فهناك برضه سيشنز اخرى للاويرنس لتطمين الموظفين انه الموضوع الـ AI مش راح يستبدلك هو راح يطور من ادائك، تمام؟ طبعا لا شك انه راح ينهى ينهي كثير من الوظائف عشرات ومئات الوظائف لكن في المقابل راح يولد الاي اي وظائف اخرى لم تكن موجودة وين في القرن السابق اوكي اذا النولج هنا نعمل انترفيس لها عشان في الاخر اي يوزر يستخدم يعني زي كانك تستخدم Expert سيستم تقول له لو كان كذا ايش اعمل كذا اذا ايش كذا كذا يعني 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 انت بتستخدم سمارت فون تستخدم ويب تسألوا اسئله زي الشات بوت هذا اللي بتشوفوه في المشات جي بي تي لا شات بوت انت بدل ما تسال واحد وتقول له طيب أنتوا بتجيبوا الاكل هذا اي ساعه ومتى الوجبات عندكم ومكونه من ايش الان ما فيش هذا واحد يرد عليك ولا مش واحد يرد عليك الان هذا كلام تلقائي عندي ماشين بتجاوب تماما بل مش هيك كمان عندها من الذاكره ما هو انه تعرف انك انت اخر طلباتك شو هي والانترست وتقول لك ترى احنا اليوم عندنا الوجبه الفلانيه اللي انت بتطلبها اذا بتحبها موجوده الان وعليها عرض سعر مثلا تمام هذا الكلام كله ماشينز باي ايش؟ باي ستديينج البيهيفير تبعك باي تفعيل الايش؟ تفعيل الالغوريثمز عشان تكون مور سمارت نفس القصه برضه ان عمليه اني انا ابني الجوريثم واوصله بروبوت عشان يلعب شطرنج مع انسان بل يغلبه كمان هذا الكلام كله بيز على مين على إكسبر سيستم وليس ذكاء بالمناسبه هذا الامر ليس ذكاء هذا الكلام مش هو الاي اي كور هذا الكلام عبارة عن إف ذن إلس إف ذن لأنه هناك محدودية في نقل الحجارة هي الشطرنج عشان بس تقدر تميزه هو هو مش إنه مش إي آي هو إي آي بس أبسط حالاته، مش إشي عبقري وهنا نفس القصة ضحكوا علينا من واحنا صغار إنه هاي المكعب بينعمل الذكي العبقري الياباني مثلا لا طلع هي عبارة عن خطوات هذه الخطوات لو علمتها للروبوت الروبوت بيعملها نفس القصه اني انا بلعب مع شخص اكس او هو حريف دايما بيغلبني بشوف هو كيف الميكانيزم تبعته باخذها وبحولها الى الجوريثم الألغوريثم هو عباره عن بالاخر يحول الى ست اوف انستراكشنز ان ست انستراكشنز هي عباره عن برنامج تمام وهكذا وهنا نفس القصه اني انا بدي اوصل للجول الفلاني تمام من خلال ايش انه اخذ اي طريق، مين اللي ممكن يوصلني للجول للاوتبوت الفلاني، فببدا يعمل سيرش ها، يعمل سيرش بس بطريقه ايش؟ فيها اكثر سرعه وهذا، نيجي على انا بحاول اسرع عشان ما اكونش ممل، رقم اثنين انه اذا في اسئله برضه تاخذوها بعد حضر بعد اذن حضراتكم في الاخر يعني، تمام؟ ايضا بعمليه الايمج، اي ايمج عندي مكونه من ار جي بي يعني ريد وجرين وبلو على الاقل، ثلاث الوان هاي مهما تكون شو طبيعتها. طيب قال لك يا حبيبي انت عندك الرد هذا فيه ملايين من الدرجات من الريد من الاحمر والاخضر وكذا وبايضا الكومباينيشن تبعهم يعني زي ما انتم شايفين هنا الاحمر مع الاخضر بيعطيني اصفر ومش عارف ايش كذا كذا. طيب هذا كله كيف راح تمثل لي اياه يا اخي بالون زيرو ها؟ كيف راح تمثل لي يا لا نستطيع ان نمثل الصوره مهما كانت هاد لانه اي صوره يا شباب اي صوره <applause> نحولها الى ارقام. تخيلوا أي صورة نستطيع أن نحولها إلى أرقام والصورة الملونة تحول إلى ثلاثة أرقام رقم يعبر عن الريد رقم يعبر عن الجرين ورقم يعبر عن الإيش عن البلو ثم هذه الأرقام تحول باي ديفولت إلى ما يطلق عليه 10010 وبالتالي -1 هي لغة المشين المشين يعني لغة الآلة التي تفهمها الآلة لا تفهم إلا في كهرباء أو ما فيش كهرباء يا 1 يا 0 ايضا نستطيع انه انه نقول ونفهم باستخدام النيورال نتورك الجوريثم معين اكيد اذا في ناس بتبعين اي اي فاهمين ايش بحكي هذا الالجوريثم من الخطوات والتسلسل تستطيع انك انت تميز الشكل اللي الشكل هذا اللي شايفينه على الشمال تقول انه يكون رقم 4 لا 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 هو رقم 4 ليش انك انت معطيه الحالات رقم 4 وبيبدا ايش الباترن هذا اللي يكونوا الاي ان ان يقول لك آه هو رقم فوق. هذا تقريبا سيمبلي سيمبلي كيف تعمل هذا ونفس القصه هنا الشات بوت بوت هنا برضه مستند مستند على ايش يا شباب على الاف ذن يعني انا طول عمرنا في شغله بسموها كول سنتر وموظف 10 موظفين تصوروا الكول سنتر هذول 10 موظفين بكلمك الو كيف بقدر اساعدك زي عندنا في الاردن هيك كيف بقدر اساعدك لا والله مش عارف كذا لازم يطول باله وكذا هذا الكلام كله صار ديجيتالايز صار مشين انه هات. من خلال ايش؟ الشركه هاي اللي عامله كول سنتر لدرجه هلا في شركات في العالم يا شباب كول سنتر بتخدم على مين؟ بتخدم على مجموعه شركات يعني قال لك الشركه بدل ما اعمل انا اوظف عشر موظفين رننج كوست ها ومن هنا كثير من الناس اللي بيقعدوا يقولوا شايفين حنعمل بطاله البطاله, البطالة حتزيد تمام هي هي الكلام اذا اشتغل صح لا حتلاقي فيه اشغال واعمال ذات اه اذا عندي الشات بوت هنا تمام ايش يجاوبك على كل اهتمامات زي ما حكينا من شوي صغير للمطعم هنا موضوع اللي جاي مهم جدا اه الان نتكلم على الداتا از نيو اويل زي ما اول كلامي حكيت عنه الداتا اللي موجوده الداتا الان يا شباب اللي هي تخيلوا ال1010 هاي مش عجبنا هي عباره عن نفط القرن هذا هي عباره عن لو استغليناها صح حتجيب لنا فلوس كما كان النفط بجيب تمام كيف الداتا حتجيب لنا يا زلمه كيف طبعا لو استخدمت الداتا حتعطيني قرارات وهتستبدل لي كثير من المؤسسات والاقسام وكذا وتستبدلها بسمارت سيستم ب... وبتعمل اكسلريتنج عارفين ايش اكسلريت يعني القرار بدل ما انه احكي لكم يعني مثلا هناك بروسيس في هيئه معينه في وزاره معينه كانت تاخذ اسبوعين عشان تعطيك النتيجه هنا ما بتاخذ أسبوعين بتاخذ دقيقتين هلا في نظام الاي اي تصوروا بس شريطه انك تدخل الانبوتس داتا كثيره يعني يعني بدك تجي مثلا مثلا لو بدك تاخذ قرار يا طبيب الفلاني في اني اعمل جراحه لهذا الدماغ بهذا المرض ولا لا فانت عندك مفروض تتكون كل الداتاز اللي موجوده في كل مستشفيات مثلا البلد ومستشفيات الاخرى هذه الداتا كلها لما تتجمع وتبدا تقارنها بالحاله اللي عندك حيعطيك هذا التصور السمارت ميديكال اي اي انجن سمارت ميديكال اي اي انجن حيعطيك قرار يا طبيب يساعدك على الأخذ القرار في الجراحة بالفعل أو عدمه تخيلوا وبطريقة أفضل بكثير من إذا أصبحت هذه الداتا في كثير من البلدان هي عبارة عن أسيتس تصوروا عبارة عن أسيتس يعني أصول أصبحت أصول عشان هيك بلشوا الإداريين وال والوزراء المعنيين في الديج... في الديجيتال والرقمنه والاي اي وكذا يقولوا للهيئات يا حبيبي الله يرضى عليكم جمعوا لي الداتا اللي عندكم كل الداتا اللي في الوزاره الفلانيه في الشركه الفلانيه في المؤسسه جمعوا لان الداتا هاي عباره عن خبرات متراكمه متراكمه بدل ما تكون على الارفف ومرميه ونت ايش اذا ال 1010 الان وهي الثوره الرقميه اللي نتكلم عليها لو استغلت بطريقه صح باستخدام الاي اي والداتا مانجمنت تمام راح تعطينا فلوس طبعا تحدد لنا وتحسن من الاقتصاد الدوله وتزيد البرفورمانس وتحسن الاداء وتحقق السعاده والانبساط والساتسفاكشنز من الناس سواء كانوا موظفينا سواء كانوا مواطنينا سواء كانوا على البلد موجودين بينتفعوا من الخدمات او غيره تمام يعني تخيل بالله عليكم انا اعمل جواز سفري بالموبايل تصوروا جواز سفري بالموبايل جاست كليكت تمام ووصل لي لبيتي طب والله شيء جميل بدل ما نقعد نصف ثلاثة اشهر عشان نسلم الجواز تمام طيب نيجي على بعض الوظائف اللي آه الان موجوده وهي حديثه وهي تستبدلت استبدلت بوظائف ربما ماتت واستحدثت بوظائف اخرى يعني لازم في عندي شغله بسموها داتا آه انجينير في عندي ساينتكس ساينتفكس ساينتفك هذا اللي هو عالم البيانات اللي هو قادر انه من خلال الكيرفز طبعا طب قادر من خلال الكيرفز يحدد داتا معينه تمام ويعطي قرار معين المهندس البيانات هو الشخص المعد ورك كانفراستراكشر ل كحضانه حضانه للداتا تمام في محتاج انفراستراكشر كسكيورتي ككلاود كيبلنج سيستم كسوليوشنز القصص هاي كلياتها هاو تو بي انستولد هاو تو بي اكسكيوتد تمام هاو تو بي اوبريتد تمام لكن العلم والقرار النهائي مثلا بكون في مينا وفي واحد مبرمج واحد ماشين ليرنينج بيعمل ايش؟ بيعمل نوع من البرمجه، ده, ده عنده شغلات كثيره مهمه جدا اللي بتعمل اكستراكشن للداتا، احنا شوي تكنيكال عشان احنا نرضي جميع الزباين اللي حاضرين، اذا في ناس تكنيكال، اذا في ناس لسه ثقافتهم في الديجيتال كذا فبحاول قدر الاستطاعه. في عندي هنا يا شباب الرسمي هاي لانه كل الداتا اللي موجوده، احنا نتكلم على الداتا ومدى اهميتها، على فكره اي اي وذاوت داتا نثينج تمام في داتا يا باشا في اي اي ما فيش داتا ما فيش اي اي من الاخر انت عم... زي عارفين شو اللي اللي يعني زي جايب لي سياره وما فيش بنزين بالضبط هي فعلا هي اوي تمام اه نيجي على ال... الل الل كان بي كلاسيفايد الى الى نوعين اثنين بسموها ان ستراكشرد ايش يعني يعني زي كانك عندك شوال حاطط فيه فيديوز وداتاز وكذا هذا بسموه ان مش معمول له اندكسنج اما اذا كان عندي داتا بيز وحولته الى داتا وير هاوس تمام الى الان صار عندي زي الماتريسيز بدك اي داتا في اي لحظه تستطيع انك تجيبها وبطريقه دقيقه وبطريقه ديب على مستوى حتى فقط لو كان الموضوع موضوع طب مش اي شيء يعني طلعوا بدكم تفرقوا ما بين السيرش انجن تبعت جوجل بتجيب لك كل حاجه في اي حته هنا لا الداتا حتكون سبيسيفيكلي لاخذ القرار في طريقه التخطيط لعمل مصنع جميل مثلا مصنع مصنع حتى تحدد لازم تحدد مصنع ايش تمام مصنع الاسفنج ايوه فهنا في عندي انستركتشرد وستركتشرد كل الداتا المفروض كلها تكون ستراكشرد عشان اعمل شغله بيسموها داتا ليك الداتا ليك هاي فيها ايش هي النفط تبعي خلاص الان الان بقدر اشغل كل السيارات عندي في ال في المشين تمام حتى اعطي قرار نهائي إيه إيه نحو قرار سمارت يعني قرار نهائي إيه سمارت حكينا على الداتا كذا نحاول انه اذا في شيء داتا اي اي فاليو عندي داتا تمام واي اي حتعطيني فاليو ما عنديش داتا يا باشا ما عندي زي ما حكيتها من شوي صغيري طبعا إيه هنا الاستراتيجي زي ما حكينا هناك كثير الان دعوه لجميع الشركات وجميع كذا انه لما يعملوا استراتيجيه مش فقط ما يأخذ حتى طلعوا يعني الاي اي سوليوشن والداتا مانجمنت ليس بالضروره على الشركات او المؤسسات اللي تبعين اي تي لا 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 الان الناس كل الناس ان شاء الله تابعين وزاره الاوقاف تمام ان شاء الله تابعين وزاره الصناعه والاشغال والعمل اللي هو ايش وزاره العمل وزاره مش وزاره العمل وزاره الاشغال اللي هي وزاره تعبيد الشوارع والقصص كله يجب ان يستخدم الاي اي انجن يوزنج الداتا اللي موجوده عندهم تو ايش عشان اعطيني ديزيشن حتى حتى يساعد الوزير ويساعد المانجمنت تمام عشان ياخذوا قرار باستخدام خبرات متراكمه مش زي ما انتم شايفين كان كان عندنا صراحه تراي ايرور يعني انا اسف يعني يمكن بعالمنا العربي عموما كان ايش كان يعني يلا خلينا نجرب خلينا نشوف لا والله طلع فاشل لا الموضوع فيش فيها فلوس فاشل هذا يعني خساره يا حبيبي لا انت بدك تحكي شغلي وباسرع وقت ممكن او كان احد البلدان مش بس كثير من البلدان بتلاقي ايش انه بدهم يعملوا جسر الجسر هذا بعد يهجه، بعد ثلاث سنين عشان تعمل لي جسر ب متر تمام الان لا هناك في امور بتساعد المهندسين لتطوير وعمل الجسر باسرع وقت ممكن يوزنج الاي اي طبعا برضو ادعوكم لمعرفه ودراسه حتى لو لم يكن تخصصك هذا لانك انت الان اذا ما كنتش تكنيكال تمام عشان تعمل فاسيليتيت للديجيتال ترانسفورميشن انت يوزر فاليوزر انت عندك داتا لك سكيورد يو هاف تو انك تعرف على الاقل المينيمم ايش نقول نوليدج عشان تو سكيور يور داتا عشان انت تقدر تستخدم وتستنفع وتستفيد من هذا هذا الديجيتال ترانسفورميشن بطريقه امنه ما تكون شهبل بين قوسين لانك انت مش عارف الباسورد حاطط لي اياها واحد اثنين ثلاثه اربعه لكل لكل باسورداتك يعني انت عندك 10 باسوردات حاططهم كلهم واحد اثنين ثلاثه اربعه طب انت يو فيري يا حبيبي فلازم تكت كونسيدريشن ايش الامور اللي انت تحمي نفسك وتحمي الداتا تبعتك تمام نيجي كمان على اهميه الاي اي عندك بتزيد تصوره لو مؤسسه استخدمت الاي اي بتزيد نسبتها 40% وزياده تخيلوا قدره الشركه هاي والانتربرايز انها تنافس الاخرين بنسبه 84% تصوروا يعني يعني بعد مرات مؤسسه من خمسه موظفين تمام تنافس مؤسسه من 200 موظف باستخدام الاي اي يا شباب يعني لذلك الان اصبح مش فقط العامل البشري انما عامل التكنولوجي كيف تستخدمه تو بي ابلايد على شركتك لحتى ينافس عشان هيك بتلاقوا الان ستارت اب كمبنيز تمام بتنافس كبرى الشركات تخيلوا شركه اوبر وكريم لا تملك لا تكاسي ولا سيارات ولا ولا تملك برنامج تخيلوا ها ايش مالها غطت على شركات عشرات الشركات شغاله بالامر التقليدي تمام وايضا رضا الزبون في هذه الحاله راح يكون بنسبه كبيره طبعا ال41% حتزداد بزياده تطوير الالجوريثمز تبعت الاي كل ما تفوق كل ما تقدمنا تمام كل ما كان الاستخدام بطريقه مور ماتور في العالم الافتراضي الان نحاول ايش آه. الان لو بدنا نعمل طيب يا بلال والله كلام حلو جميل وحاسس انه بالفعل يبدو الاي اي حاجه كويسه يعني تمام طيب الان في شغله بيسموها للمؤسسات تمام ونعطيها نعطيها ترينينج سموها اي اي ترانسفورميشن يعني كيف ان يكون تكون مؤسسه شغاله بالطريقه التقليديه وتست... وتريدها وقربت تخسر في كثير من الشركات في احد البلدان تمام خسرانه وبتعلن قربت تعلن إفلاسة وفي ناس مستحيين يت... يعلنوا افلاسهم لانهم ما زالوا مستخدمين الله يا شباب وزالوا مستخدمين الت... الخضو... الأمو... الالغوريثمز او يعني التقنيات التقليديه في ادارتهم وفي تصنيعهم واجت شركه لسه امبارح استخدمت تكنولوجيا جديده تمام تفوقت عليهم اللي هم صار لهم 40 سنه في السوق تصوروا فكثير من الاسواق كثير من الشرق بالشركات راح تموت لو لم تعيش لو لم تستخدم ويكون عندها نولج وتطبيق فعلي هذا الكلام يتم من خلال استخدام شغله بسموها الاي اي فريم يعني اي اي ترانسفورميشن بدنا نحاول ان نطبق الاي اي على مستوى التكنولوجي الاستراتيجي الاستراتيجيه على البلدان ثم الداتا والتكنولوجي والبيبل اللي موجودين عندي بما فيهم ريسورسز والجفرنس تحكم الناس ما فيش حاجه اسمها واسطه ما فيش حاجه اسمها قرابه ما فيش حاجه اسمها مش عارف مين تمام ترانسبيرنسي شفافيه عاليه ابلايد على الناس كل الناس بطريقه ايش متساويه حتى ايش نطبق الالغوريثمز تبعت الاي اي من ضمن الامور كمان شغله اسمها عندنا اي اي إيثكس تمام اي اي يعني اخلاقيات الذكاء الاصطناعي اي يجب ان لا يكون منحاز لحدا منحاز للون لعرق لكذا لكذا هاي الامور بتعطيك بشفافيه انا بعد مرات ممكن انحاز لابن بلدي تلقائي هيك عاطفيا هذا الكلام بالمشين مفيش، تمام واحد اثنين ثلاث، اذا اربعه مهما يكون مين قدامي وهذا الكلام بيتم جادولي باستخدام الاكسبلورنج والاكسبيرمنتنج انا يعني افصل بلاش يصير تشتت لكن الاستراتيجيه يعني يعني اي مكان عشان نغيره يجب ان نغير الاستراتيجيه تبعته اصلا يحط الاي اي از عنده والداتا نجمع الداتا والتكنولوجيا ونمشي ايش تدريجيا بتطوير هذا الكلام حتى نصل للايش الماتيريتي اللي هو الترانسفورميشن بطريقه فريضه ايضا يجب ان نعرف ايش الايكو سيستم للاي اي؟ يعني ايش يعني ايكو يعني ما هي البيئه المحيطه اللي يجب ان تتوفر حتى ننج او حتى تنجح في اقامتك للاي اي، الاي مش خلاص جيب لي مهندس اي اي ولا خريج اي اي وهات لي جهاز كويس بالصلاه على النبي وهات لي لغه البايثون واعمل لي برنامج وديها بالصلاه على عن... لا يا حبيبي الموضوع مش هيك، هناك كثير من الامور تحيط هذا الاي اي بسموها الايكو سيستم حتى تنجحه من ضمن هذه الكلام الكلاود كومبيوتينج الكلاود كومبيوتينج الان صار توجه عظيم باني ما اعملش البنيه التحتيه عندي في المؤسسه ممكن اني اعملها لا آه. وطبعا في بلشنا في الاي اي يجب ان اخذ ايش يا شباب؟ السكيورتي الموديل سي اي اي الكونفدنشياليتي والافيلابيليتي والانتجريتي لمين؟ للانفورميشنز اللي موجود هذا لازم احقق السي اي 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 كويشن هاي السي اي بحيث انها الداتا كانت بي موديفايد تمام الان unauthorized اكسس هذول تو بي بريفنتد تمام الداتا كانت بي ايش ان افيلبل يعني انت بتقول لي سكيورتي طب خبي وخبي كل الداتا لا مش معناته هذا مش مش افيلبل يجب ان تكون افيلبل وسكيور عارفين كيف اللي ماسك العصايه بالنص وهكذا هذا الكلام مستو بي تيك انت كونسيدريشن وان لازم نعرف كمان ال 5 g وال5 جي ما شاء الله في الخليج الان طبقوه وان كان هاف دوبلكس لكن مطبق الان ابلايد عندنا في الاردن ابروفل إيه الان على كبوليسي تو بي ابلايد وبلشوا يشتغلوا الاوبريتورز بالانفراستراكشر طيب ليش 5 جي يا بلال 5G يتعامل مع المسافات طلعوا يتعامل مع المسافات الاقصر وبطريقه اسرع وبداتا ريت اعلى تمام وباندوث اكبر طيب حلو اذا هذا حيغذي لي مين اي بالصلاه على النبي ما فيش 5G ما فيش اي ما فيش درونز تسليم تمام وبالتالي 5 جي ماست تو بي تيكن كونسيدريشن هاي فيلد يجب انكم تاخذوه بعين الاعتبار او الانترستد في الجي اس ام سيستم الانهانس على الجي اس ام سيستم اللي هو 5 جي وال6 جي فيما هو قادم من ايام ان شاء الله تمام الاي تي طبعا حكينا عليه والاي او تي الان كله يستطيع ان يتحكم زي ما انتم عارفين في بيوت في مصانع في كثير ب ببيوت البلاستيك الجرين هاوسز هاي تبعت الاجريكلتشر تمام والزراعة وال والبراري و كيف تو ديتكت تو بريفنت تمام تو انهانس تو امبروف عشان الحشره اللي وصلت في الـ آه، في الجرين هاوسز هاي تو بي ديتكتد ايرلي معناته انا في عندي سنسورز الاي او تي بلغني وصل لي ابلكيشن مع اني انا بعيد 1000 كيلو عن الـ عن الـ عن المزرعه بتاعتي قادر اعمل ديتكتنج انا بشهر سبعه في الامارات ولا في السعوديه الدنيا حر تمام فبشغل كل ما كل شيء موجود عندي كانفراستراكشر في بيتي انشغل اوتوماتيكا دخلت البيت كاني موجود من 10 ساعات تمام وهذا الكلام مستوى على مستوى كمان كمان المدينه انه عشان يشوف وين الكراو الكراودنج يعني وين في ترافيك عالي وين في فاير وين في واحد مريب بده يفجر ولا بده يتنيل تمام وين وين هذا الكلام ايش ماله بحيث انه يكون مراقب بطريقه فيري سموث بتفاسيليتيت الحياه للناس بطريقه هكبر. الكلام هذا ايضا مطبق على مين يا شباب يطبق على السمارت سيتيز يعني احنا طلعوا لاحظوا شو عملنا كلاود Uh, 5G IoT انشر يا ولد في المدينه معناته احنا المدينه باتجاه انها تكون ايش مالها؟ تكون سمارت مدينه سمارت سيتي، سمارت سيتي على مستوى العقارات، على مستوى المصانع، المرافق الكهرباء، الكهرباء ما في انه حد يجي يعمل تيست كذا خلاص اوتوماتيكلي uh, اللي بتندفع حتى ينطلع طلع لا في جابيكا لا في واحد يقرا ولا في واحد يدفع كل هذا فولي اوتوميتد سيستم تمام اخر الشهر تلقائي تلقى... تنبعث القراءه تنبعث القراءه وتلقائي بينخصم مني من الموبايل هذا كله ونس انه انعمل بطريقه سمارت هذا التعليم التعليم انت الان المفروض تستخدم الالجوريثمز لطلابنا واولادنا عشان الاشياء والعلوم اللي كانت بدها تخيل ومش وت... عارف ايش توصلها بطريقه ايش مالها اكثر قربا للطلاب بدي احاول انا انهي بسرعه تمام طبعا هذا كله راح يقوم فيه مش البني ادمين الان راح في الشبكات الحاسوب الالي شبكات الحاسوب الالي بما فيها من ديفايسز تمام آه، سويتشز راوترز آه، سيرفرز تمام وايرلس آه، سمارت فونز لابتوبس كل هاي الامور must to be negotiate each other data exchange between بطريقه مور سمارت عشان تو ابلاي عليها مين عليها الاي اي انجن والاي اي طبعا اخر شيء هنا هاي مهمه جدا كل اللي تحدثت عنه هناك هارد سكيلز uh, في عندي شغله بسموها سوفت سكيلز لطلابنا واولادنا في الجامعات ماست تو بي تيكن تو كونسيدريشن من الاصل انك انت تو بي سيرتيفايد في احد ال ال التكنولوجيز اللي موجوده عندك يا شباب يعني لا تعتمد فقط على شهاده الجامعه لازم هناك سيرتيفيكيشنز بالذات الانترناشونال سيرتيفيكيشنز تمام عشان تدخل في شركه انترناشونال لازم تكون سيرتيفايد وبالتالي لازم تعد نفسك مثلا بتكون كلاود سيرتيفايد تكون اي او تي سيرتيفايد تمام تكون داتا مانجمنت سيرتيفايد على الداما تمام تكون اي اي سيرتيفايد تمام هذا الكلام كله موجود سيرتيفيكيشنز برضه الكوميونيكيشن سكيلز والكلتشر والمنتلتي طريقه تعاملك مع الناس هي برضه تتلك انتريشن الانجليزي واتوقع على الشباب الان اللي في الجامعات ما شاء الله اللي في الخليج اي ثينك الانجليزي عندهم uh, غير uh, في دول ثانيه فقيره لا توفر لهم هذا عندنا ايضا بدك تكون عارف البيزنس مودلز موديلز والاجيليتي شغله بيسموها الاجيليتي الورك فلو في الاي بيمنت انا ايش عنوان اللي بقوله عناوين بعطيك اياها عشان تحضر نفسك او تستدرك ما يمكن استدراكه حتى تطلع على القطاع الخاص ايش مالك مزود بتولز تستطيع انك ايش تخترقها ايضا الاوبتيك فايبر موجوده والطاقه النظيفه اللي هي السولار سيلز تمام والسولار سيلز الان موجوده وفي مشاريع عظيمه في الخليج باعتبار انها برضه طاقه بديله للنفط تمام ورخيصه والشمس في الخليج ما شاء الله يعني بتشرق 370 يوم من اصل 365 يوم ايضا الثري دي ترز برضه تيك انتو كونسيدريشن برضه موضوع الانوفيشنز وحقيقه عشان تكون انت رجل انوفيشن لازم تبعد عن السوشيال ميديا مش كومبليتلي عشان اكون واقع ولكن ما تبعد عن التشتتات او المشتتات هذا دماغك حتى يركز بشيء الاصل انه ما ضلهاش طول ما انت مركز بشغله مشروع تخرجك ماسك لي الموبايل ماسك لي الموبايل الموبايل اداه تمام لا تتحكم فيها مش ان تتحكم فيك طيب وطبعا نوصى انه كل دائما الانسان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لل... ومماتي لله رب العالمين، الاصل انه الانسان عايش كمخلوق لله عز وجل، تمام؟ يؤثر ويتاثر وبيحاول يفيد بطريقه اخلاقيه وبطريقه ديسنت تمام ويتعامل مع الناس بقيم وسلوك ومعتقدات ويحتفظ للخصوصية هذا الكلام دينا بيلزمنا فيه تمام أيضا عملية الميتافيرس اللي موجود حاليا تطبيق لكل لك ما ذكرته ما يطلق عليه الميتافيرس خلينا نمشي سريع لأنه لحالة قصة بس بدي أقول لكم تخيلوا في بعض العصابات النصابة بلشت تحجج الناس تخيلوا تخلي الناس تحج وهي في بيتها أو في في بلدها اللي بعيدة آلاف الاميال عن مين؟ عن مكه تخيلوا لبسوهم الكلاس باستخدام الميتافيرس وقالوا يلا يا باشا انت غفر لك هذا ما تقدم من دمه. هذا لا اخلاقي واستخدام التكنولوجيا في شيء لا اخلاقي تمام وضحكوا على سذاجه وضحاله عوام الناس اللي لا يملكون زي ما بيقولوها اي نوع من الثقافه اللي يقدر يكتشفك مهم؟ لكن ممكن اني انا استغل مثلا التكنولوجي والميتافيرس لاعلم الناس قبل ما يروح على مكه انه يقدر يحج كيف يحج كيف كيف السعي كيف الطواف كيف الخطوات الـ إيه خطوات السعي تمام كيف البروسيد هذا تريننج كيف واحد يصير طيار ويطير بالطياره كذا هذا استخدم الميتافيرس اوكي في الاشياء اللي هي اخلاقيه والابتعاد عن الاخلاقيه ايضا بعالم الفنتك اللي هو فاينانس تكنولوجي نستخدم الان زي ما حكينا الموبايلات في البيمنت في الاي e -wallet. صار عندنا شغله بسموها يعني هذا الفنتك لحالها هي تهدد البنوك يا شباب بالطريق بالطريقه التقليديه الان استطيع اني اعمل بنك انا في ايش في موبايل بسموه ديجيتال بانكينج ديجيتال بانكينج كل البروفيس تبعت البنوك تمام؟ هذا طبعا هذا الكلام اللي هو السلايد الاخير لازم اخذ بعين الاعتبار اني انا في اي شيء بدي اعمله من تطوير من من نقل من الشيء لشيء لازم احاول قدر الاستطاعة يكون بالحلال، يعني انا اي تكنولوجي بتعامل معها زي ما حكينا انها تكون بالحلال، يعني مثلا في عندك ديجيتال بانكينج طيب شو قصة الربا؟ كيف التحويش؟ كيف الزكاة؟ كيف كذا؟ يعني اللي بدي انه تاخذ بعين الاعتبار الحلال والحرام حياتك مهما تكون التكنولوجي فرحتك او ودتك في مكان جميل. تقريبا هذا هو اللي حابب اني انا احكيه على عجاله. انا اعتذر اذا تاخرت بس يمكن زي ما شايفين مواضيع كثيره وانا يمكن ما سكتت من اول ما تكلمت، اذا في حد عنده الان اي سؤال يا شباب انا حاضر تحت امركم. عندنا يا دكتور ما الفرق ما بين الرقمنه وتمت تمت المعلومات تمتت اه اه يعني الفرق ما بين الديجيتاليزيشن والاوتوميشن صح قصدك كده يا باشمهندسه؟ نعم يا دكتور ايوه حاضر باختصار شديد اعطيك مثال تطبيقي مباشره الديجيتالايزيشن هو تحويل الورق المكتوب من معلومات وارقام حسابيه واحطه على الاكسل شيت ادخله في برنامج الايش الاكسل شيت واخذ بال سعادتك اما اما الاوتوميشن الاوتوميشن انه هذا الاكسل شيت يبدا يحسب لي بناء على فانكشنز حطيتها اكرر مره ثانيه الداتا نقلت من الورق تمام بالارقام بالجداول ووديتها وين على الاكسل شيت الاكسل شيت زودته هلا الاوتوميشن اه اسمع الاوتوميشن زودته بفانكشنز اكبر من او اصغر من اذا كان فإنه، تمام لا مش, مش انت بتقدر تعمل الاكسل شيت تقدر تبرمجه الاكسل شيت بامكانك انك تبرمجه تمام فلما تحط الفانكشنز والمعلومات إيش يسموها المعادلات بالاكسل شيت عشان يعطيني كيرفات عشان يعطيني منحنيات وداتا تستنتجها وارقام و... ونتائج هذا بسموه اوتوميشن هذا بسموه ايش؟ اوتوميشن <applause> من غير استخدام الانسان يعني من غير ما الانسان هو اللي يقوم بالحسابات انه المبا... انه عفوا الكمبيوتر يعمل الحسابات هذه تلقائي ثم يعطيني الكيرفز والك... والنتائج والحسابات والارقام تمام هذا بيسموه الاوتوميشن اسال سؤال اخر ايش هو طب ما الفرق بين الاوتوميشن وبالاي انجن من بين الاي هذا الان بعد ما اعطاني هذه النتائج وحسب لك الحسابات الاي اي في الموضوع هنا عشان يقول لك طلعوا باستخدام الداتا مش هي داتا الان الاوتوميشن عشان يقول لك ترى تكير اذا ظل المعدل عندك في الـ 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 البيع بهذه الطريقه انت اخر السنه حتكون ايش حتكون خسران هذه النولج هذه الانفورميشن لما تعطيك اياها المشين هذا بنتكلم عليه اسمه اي اي تمام آه بعد مرات ممكن يعطيك ريكومنديشن على ايش يقول لك ترى تكير انت آه سندويشات الفلافل مخسر المطعم تبعتك هذا لانه ما حد بيشتريه وبيخرب بالثوم وبيخرب 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 تمام طيب لو سمحت شيل لي من تجارتك هذا مين بيقوله هذا بيقوله المشين بريكومنديشن ليترز تمام او بكيرز انه لو سمحت السندوشات هاي شيلها وخليك على الشاورما مثلا تمام هذا بسموه الاي اي انجن نعم عندنا سؤال اخر ارى ان التحول الرقمي الان في هذا العصر يسير بسرعه لا نستطيع مسايرته الكاميرا الان يتحدث عن الذكاء الاصطناعي فكيف تنصر الى العالم بعد 10 سنوات تقريبا يعني هو سؤال صحفي هذا مش سؤال هذا لكن شوف لا هو يعني اي اي علم جديد تمام لا شك انه حيلاقي اول شيء مقاومه بعدين راح يضطر انك تخترقه هذا الكلام والاختراق يكون بالتعلم والاختراق يكون بالتريننج وان تبدا الان افضل بكثير من انك تفضل تمانع لانه اذا مانعت حتى الدول حتى الدول اذا رفضت تطبيق الاي اي وكذا كمان شويه حتلاقي نفسها فشلت وافضل الدول اللي المفروض تطبق هي الاقتصاد اللي اقتصادها آآ يعني سيء عندنا في الاردن الان بيطبقوا بلش يطبقوا عشان يجيبوا ريفينيوز تمام فتخيل لو بدي اضلني اخر واقول لا هي صعبه وكذا لا وبعدين يعني الموضوع ليس معقدا بهذه الطريقة عرفت كيف هو ليس معقدا يعني أنا مفروض أعرف بايثون أعرف الألغوريثمز تبعت الاي اي والآن دخولي في الشركات وفي المؤسسات مع وجود المشاريع وتطبيقها مع وجود تيم في الانوفيشنز عشان تطلع حلول مبتكرة وخلاقة إيه لا ما مش راح يفوتك أما كيف أرى العالم بعد عشر سنوات <applause> الله يستر والله إن شاء الله بس ما يجيش زلزال يخدنا يعني اكيد راح يكون البروسيس والحياه مفروض تكون اكثر بس اني مش اني مش متفائل لكن اللي بدي اقوله يعني صحيح في اي اي وداتا مانجمنت كذا بس حقيقه اذا بدنا نعتمد عليهم هذول كومبليتلي ونعتقد انه هو هذول راح يحقق لنا السعاده ما اظن لانه تنسوش انه التعداد السكان عاد عم بزيد يعني قاعد عم بزيد فانا نصيحتي الفيزياء مضطرين لها يعني الشوارع والعمارات والمؤسسات تمام موجوده فيجب ان نفكر بطريقه لمده عشر سنوات كم تعداد الناس راح يكونوا وعليها مش فقط نعتمد على الديجيتاليزيشن والاوتوميشن يعني الاثنين مع بعض عرفتوا كيف الاثنين مع بعض اذا كان كذلك فاعتقد بعد عشر سنوات حتكون الحياه نوعا ما اسهل لكن ما بتحكوهوش لبلال لكن حتزيد نسبه البطاله نعم كيف نحضر نفسنا للتحول الرقمي؟ تحضير من خلال زي ما حكينا يعني انت اول شيء يكون عندك الوعي باهميتها وطريقه التفكير تبعتك تتغير تمام انه هذا واجب اني هذا آه آه وبدك تدرس ديجيتال ترانسفورميشن شو هي التولز؟ شو هي الالجوريثمز تبعتها؟ شو هي الاشياء اللي قريبه من تخصصي؟ يعني افترض انك انت مهندس زراعي تمام فمن الضروره تكون عارف كل الديجيتال ترانسفورميشن بتفيدني بايش بالزراعه، حضرتك محامي تخيل حتى على مستوى محامي تمام بدك تشوف كل عمليه الالغوليثمز تبعت الاي اي والديجيتال ترانسفورميشن كيف بتفيدني انا كمحامي، مثلا اعطيك مثال الان جاء الي قضيه معينه في محكمه معينه وانت محتار كيف تتقاضي او شو بسموها تترافع تمام طيب انت بامكانك تاخذ داتابيز كثيره بكل القضايا اللي حصلت مثلا في دول الشرق الاوسط ولا كذا في هذه في هذه القضيه وتدخلها على داتا انجن وتعطيك الالغوريثم الذكاء الاصطناعي حلول يقول لك ترى تيك كير لو كلمت القاضي بهذه الطريقه راح تدين موكلك الاصل انك تجيله من هاي الزاويه وكذا بيعطيك ريكومنديشن فهي تاخذها بعين الاعتبار من خلال دراسه على الاقل مش بالضروره تكون يا محامي مطور للاي اي انجن ولكن على الاقل تكون تستخدمها كثير من التولز موجود الان ولايسنس بيبيعوها الشركات العالميه عشان تقدر تستخدم هاي التول تطبقها عندك حتى لو لم تكن عالما بها حتى لو لم تكن متخصصا في الاي تي ولكن طريقه الاستخدام يعني حضراتكم تستخدم الموبايل تستخدم الابلكيشن هل انت عالم بالاي تي هل كل العالم عالمين بالاي تي عالمين بالموبايل والابلكيشن لا ولكن ايش طريقه الاستخدام هي تتعلم وتكتسب من خلال تريننج او باي سيلف او اليوتيوب انت جيل اليوتيوب تفضل نعم ما هو الخطر الذي يهدد السجاء الاصطناعي هل ممكن نسيطر على الخوارزميات المستخدمه في السجاء الاصطناعي آه أيوة كانوا أعطيكم سالفة على رأيكم بالموضوع هذا أحد المرات في أمريكا حاولوا يجربوا تجريبي تجريبي الـ AI Engine في الحكم يعني مش الحكم شو بسموها اللي هي القاضي اللي هو الحكم على على مدان أو متهم فاكتشفوا اكتشفوا انه الاي اي انجن اللي استخدمه القاضي على افريقي او يعني اسمر واحد اسمر ادانوه وهو بريء ادانوه وهو بريء ليش لانه كل الداتا يا شباب اللي كانت موجوده للاي اي هاي كانت ايش مالها كانت كلها عباره عن داتا جايبينها من ولايه اغلب الحرمية او هذول نيجرز او اللي بسموهم السمر تمام وانا لا اعيب على السمر عشان بس ما حدش بس لا كانت ولايه اكثرها يغلبها سمر هذولا كان نسبه السرقات والاعتداءات وكذا كثيره فغذي الاي اي انجن طلعوا الاي اي انجن غذي بهذه الداتا فحكم على هذا الشخص بحكم الداتا وهو بريء لذلك طلع من يوميتها ما يطلق عليه شغله بسموها الاي اي ايثكس اخلاقيات الهدف فلازم مثلا ماشين كانت مسؤوله عن عمل شيء تسببت في قتل قتل شخص مين مين راح يحاسب اللي صنع ولا اللي برمج ولا اللي استورد ولا اللي شرى مين بالضبط اللي راح يكون مسؤول عن هذا القتيل هذا الكلام كله بنعمل شغله بسموها جوفرنس بسموها اي اي ايثكس تضبط وتدار وتحكم بطريقه بتحديد المسؤوليات وتحديد المسؤوليات طلع عندنا مصطلح مهم جدا اسمه ايش اسمه governance حوكمه نعم كيف التحول الرقمي السليم واخلاقيا هل الانسان مهدد بسبب التحول الرقمي خاصه عندما تكون الهويه الرقميه هو زي ما حكينا كل ما كنت اكثر وعيا واكثر درايه واكثر فهما واكثر تجربه و استخداما انك تتعلم من تجاربك تمام كل ما كنت اكثر حفظا لمعلوماتك كل ما استفدت من هذه التكنولوجي كل ما ريحت نفسك في الموضوع يعني لو انت خلاص حابب تكون تقليدي وبدك بالكاش تمام يعني العالم كله الان كاش ليس كاردليس تمام طيب انت لو مصر على هذا الكلام لا شك انك حتى حتى تخلف في الخلف. بحكم انه ما عندكش وعي بطريقه الاستخدام، فافضل طريقه للوعي بطريقه الاستخدام هو التجربه وهو التريننج وهو الدراسه والتعلم وهكذا. ايش الجزء الثاني من السؤال يا ايمان؟ هل هل ثانيه واحده؟ آه خلص لا لا خلاص اتذكرت تذكر بالمناسبه انا مش مع انه بقول لك انه يعني في كثير هلا بقول لك العالم القادم اللي يا ويلنا من الاي اي ورح نفقد السيطره على الروبوتات ورح نفقد السيطره على برامج ومول شو اسمه الالجورثيم كلام فارغ كلام فارغ ايش بتفقد السيطره على مين يا حبيبي؟ شيل الفيشه كل الدنيا بتروح فهم مرات بيعملوا ليش هم بيحكوا هذا الكلام؟ لانهم يعني مش مش متخصصين في الكلام هذا مش متخصصين لكن انا مع انك انت لا تعتمد على الاي اي بطريقه كومبليتلي من غير الانسان يعني تعتمد عليه بطريقه مية بالمية من غير انه في زي بسموها كواليتي ها كواليتي انشورنس يعني اوكي قرر الاي اي بس اعمل تشيك اعمل تشيك هذا ضروري وجود الانسان ضروري لا شك من خطوات كلياتها تمام اما الاي اي راح نفقد السيطره عليه وحيطخطخ العالم كلام فارغ تفضل هل يمكن ان يتحول الذكاء الاصطناعي الى على معيشتنا لا 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 هو سوء الاستخدام احكي لكم شغلتين الذكاء الاصطناعي مثله كمثل السكين السكين هذا ممكن انه انا اعمل فيه شيء جميل وممكن اني اقتل فالاي على حسب الاستخدام وكيف يستخدم ثم الجهل في الاي بطريقه الاستخدام يؤدي لكارثه يعني تعطي بالله عليك تعطي الطفل سكينه وتقول له يلا العب يا حبيبي جبت لك لعبه طب ما هو حاله فبالتالي الاي اي مثله كمثل الامور الثانيه سلاح ذو حدين كل ما ازددت علما وثقافه في الاي اي كل ما استفدت منه اكثر باختصار من بعد الانتقال الى الرقمنه والتقنيه هل سنصبح فريسه الى الهاكرز؟ إيه، شوفوا من ضمن disadvantages من عمليه الانتقال virtualization العالم الافتراضي او عالم الديجيتال هو اني انا بالفعل اذا لم اضمن وهذا الكلام تطرقت له اذا لم اضمن التراستبيلتي تبعت الداتا آه طبعا راح اكون متعرض لذلك يعني لو سمحت جهازك لازم تشتري عند عليه انتي فايروس وانتي سبام تمام وتحاول تحصن نفسك يعني مثلا نفس السؤال ألقي لو انت مثلا عندك بيت يعني بالله عليك انت عاوز تنام انت واولادك في بيتك وما تكونش مسكر الباب وما تكونش حاطط حمايات مثلا على الشباك فاذا حطيت الحمايات وسكرت الباب وكذا بنسبه كبيره جدا لن تتعرض الى السرقه، صح ولا لا؟ لن تتعرض الى اعتداء فانت بتعمل عليك باخذ بعين الاعتبار بجميع الالغوريثمز اللي تحقق لي السكيورتي والبرايفسي تماما، هلا ممكن برغم كل هذا نعم ممكن انه مثلا انت عندك فيلا وتعرضت لهذا يعني بتحصل لكن كل ما حصنت نفسك اكثر كل ما تقلل كل ما قللت التعرض للخطر نعم ممكن اقصد ما هي الاساسيات لبدء وتعلم طوارات الاوتوميشن انت الاي اي آل؟ ايش هي اساسيات ايش لبدء وتعلم الطوارات الاوتوميشن والاي اي آل؟ لبدء تعلم ايش الكلمه هاي اللي بعديها معلش انا اسف بس الصوت لبدء تعلم ايش الدارات والدورات الدورات ازاي يبداوا ال... يتعلموا الاوتوميشن والاي اي ازاي اتعلم دارات الاوتوميشن والاي اي كلمه دارات ايش هي انا مش انا اسف بس مش فاهمها ايش دارات يعني هم في كورسات مثلا او ازاي آه، طبعا طبعا اولا انا بنصحكم اليوتيوب مليان في عندكم اكاديميز زي اليوديمي تمام واكاديميات كثيره بتتكلم على الاي اي وطريقه هذا فيها فري في فري كورسز للاشياء التراديشنال والانترودكشن وفي اشياء بيد تمام لكن انا بنصح وبقوه انك تتعلم من خلال اليوتيوب من خلال السيرش من خلال الشات جي بي تمام طبعا وفي كورسات وفي تريننج في كل دوله في مفروض انه في تريننج بس بس نصيحتي لكم ما ما تنغرش في العنوان الرنان، الاهم من ذلك مين راح يعطيك القصه دي؟ يعني الكورس هذا مين راح يعطيك اياه؟ مش المهم انه عنوان رنان ديجيتال ترانسفورميشن الذكاء الاصطناعي طب مين راح يفهمك داخل هذا الكونتنت المحتوى؟ بدك تسال عن المحاضر قبل المركز وقبل الاسم نعم الفرق ما بين التحول الرقمي والتحول الرقمي السلبي التحول الرقمي إيش الثاني؟ التحول الرقمي والتحول الرقمي الذكي. تحول التحول الرقمي والتحول الرقمي الايش؟ الذكي. إيه؟ الذكي؟ نعم. اه اوكي. التحول الرقمي الذكي انا اضفتها خصوصي على فكره عشان اقول لك ال... هو التحول الرقمي اللي هو زي ما حكينا ديجيتايزيشن ديجيتالايزيشن اوتوميشن هذا اسمه تحول رقمي لغايه هنا. اضيف عليه اي اي بيسوي تحول تحا... تحول رقمي ذكي فانا حطيت العنوان كانه بيشمل هذه العناوين الاربعه واخد بال سعادتك بدل ما اقول ديجيتايزيشن ديجيتاليزيشن اوتوميشن اي اي قعدت اقول التحول الرقمي الذكي بس نعم هل هناك ضوابط لاستخدام الاي اي من ناحيه الاخلاقيات؟ اه طبعا 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 في ضوابط وفي الجوريثم ماست تو بي امبلمنتد تو اكسكيوتد على كل سيستم تو بي امبلمنتد او تو بي يوزد على اي ابلكيشن طبعا طبعا موجوده وفي اشياء في الان بلشت الدول يعملوا جفرننس للاي اي بحيث تجرم الاستخدامات اللا اخلاقيه في هذا الكلام لا شك في هذا يعني مثل مثل قوانين ايش يسموها الاحوال المدنيه الاحوال في القوانين اللي هي بتحكم الناس تمام في قوانين تحكم وتضبط التكنولوجي زي مثلا اللي ايش اللي على السوشيال ميديا ايش بسموها لا اله الا الله ال 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 ما احكي كلمه يا ايمان قديم <applause> اللي هو اللي هو الاختراق الديجيتال اختراق السوشيال ميديا انه انا بتعدى عليك في الماسنجر وفي المسج نسيت لا حول ولا قوة آه إلا آه راحت المصطلح راح يعني معروف هيك انه يحكم يضبط وبيجي شرطه بياخذك من بيتك انت لانك انت اه اللي هو الاستفزاز او الارهاب الرقمي شيء زي هيك يعني عرفتوا تمام اني انا بساوم بنت بساوم شاب بساوم طفل تمام باستخدام برايفسي او استخدام الداتا تبعته السكيور تمام هذا يجرم ويحبس في قوانين الدول عملته نعم نشرت اخبار عن الروبوتات على ان ذكائهم مخيف ويختلف عن التاتا المدخله، هل يمكن ان يكون هذا صحيح؟ لا لا يعني شوفوا هي بعد مرات الاعلام بيعملوا بروباغندا وبيعملوا بعض ال... بعض الجمل يعني نفاذه يقول الله يستر من الاي اي لا يا يعني عم الموضوع بسيط جدا يعني الاي اي سمبلي عباره عن تكنولوجي بنحاول فيها نستفيد يعني زي الابلكيشن اللي عندك هذا لما انت تقضي في حواجزك ولما انت تطلب انك تجيب الاكل عندك على البيت بدل ما تصف دور مثلا في رمضان ولا انت بدل ما تروح بالازمه والزحمه هاي وتعبان وحالتك حالي طلبته يعني تسهيل عرفتوا كيف؟ هلا في ديس ادفانتجز للاي اي في بس مش شيء مخيب بهذه الطريقه تمام؟ حتى القرارات زي ما حكينا في اللي راح ياخذها الاي اي ما اعتمدش عليها كومبليتلي لازم اخذ بعين الاعتبار عم ابراهيم هذا الاكسبرت يشوف هذا الكلام اه تمام مضبوط هذا لو عدت اسبوعين ما راح اجوب زي او راح يقول لك لا هيك راح تعمل كارثه من خلال العمل تمام فلازم العامل الانسان يكون موجود لكن باقل استخدام نعم لماذا ينجح التحول الرقمي في المؤسسات الخاصه اكثر من المؤسسات الحكوميه صحيح الم... 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 المؤسسات الحكوميه اهم شيء عندها مش عاوزه تدفع فلوس بالصلاه على النبي. يعني المؤسسات الحكوميه مش عاوزين يدفعوا فلوس. ليش؟ لانه حكومه دوله كامله يعني الفلوس صعب لانه في عندي دوله كامله انا بدي عليها بدي مشاريع في كذا بالاضافه انه ميكرز بعد مرات يعني بعض المسؤولين الاداريين اللي موجودين في الهيئات الحكوميه مش واصل لهم مدى اهميه الاي اي فما بيصرفوش على الاي اي بالميزانيه الوزاره تبعته او او الهيئه تمام او المؤسسه المؤسسات التجاريه في الاندستريال بيقول لك لا يا حبيبي انا حدفع 1000 حيجيني 10 مكانه فهم كوميرشالي بتعرفوا فبالتالي حتى لو عمل انفستمنت بيكون عامل فيزيبيليتي ستدي وعارف انها الريفيوز راح تكون بمقدار كذا فعشان هيك هم دائما القطاع الخاص بيصرف فلوس تمام وعشان يجي له revenues. اما الحكومات طبعا طبيعي انها تبخل على هذا الكلام بامرين اثنين بحكم الاقتصاد عندهم صغير زائد ايش زائد طبيعه التفكير الناس اللي موظفين الدوله دائما بيكونوا المانتليتي تبعتهم والكلتشر ليس بز يعني مع احترامنا لاي لأ حدا الاوبن مايند زي مثلا اللي في القطاع الخاص تمام يعني السيستم مرات بيفرض على الناس طبيعه العمل واخذ القرارات من سيأخذ وظيفتك في المستقبل؟ ليس الروبوتات ولكن من, شخص من سيأخذ ايش؟ من سيأخذ ايش؟ وظيفتك في المستقبل لا. هل الروبوت أم الشخص الذي يعمل على الروبوت؟ لا لا اللي كل ما كنت مهمل في تطوير نفسك كل ما قصرت ووكبت ولم تواكب العصر وتطور من نفسك كل ما أي حدا ياخذ شغلك أي حد ممكن كمان زميلك مش بس الروبوت ما قصدته انه الزمن القادم حقيقه زمن الناس اللي بتطور نفسها فقط اللي موظف الحكومه التقليدي القديم هذا راح يروح بدايه اذا ما طور نفسه بصراحه نعم بماذا تنصح ليبدا الشخص في تعلم هيثم المكيل ولا يتاخر عن مواكبته ما هي تعتمد على تخصصه، إذا هو كان مثلا لسه بده يدخل جامعة بنصحه بالاي تي يدخل بالاي اي بالداتا مانجمنت بالسايبر سكيورتي بالنتوركس بالانفورميشن سيستم تمام؟ مجالات كثيرة جدا متنوعة هذا بيدخل مباشرة إذا اوريدي تخرج تبع جغرافيا ولا تاريخ تمام؟ ما فيش بأس انك تدخل دورات وتبدا تثقف نفسك وتطور من مجالك يعني مش ما فيش داعي تاكس على مجال الجغرافيا اللي هو تخصصك ولكن كيف تستخدم التكنولوجيا هاي وتطوعها لتطوير من ادائك علما بان اسمعوا الكلمه هاي الاي تي بما فيه من كل امبريلات اي اي داتا مانجمنت كل التفاصيل هاي هي عباره عن تول لتحسين كل المجالات اللي موجوده في الحياه نعم ممكن معلومات اكثر عن الدرونز وكيف سيتم استخدامه قريبا الدرونز هو باختصار اللي هي الطيارات الصغيره هاي طبعا هي اقصى شيء تقريبا مسموح له في الدول العربيه 25 كيلو متر 25 كويت كيلو كيلو 25 كيلو تمام هي عباره عن طيارات مسيره ريموتلي كنترولد ريموتلي تمام بتمشي بطريقه ري سمارت برضه بيحصل نيجوشيشن بينها وبين سمارت اخرى بين درون اخر تمام تيك انتو كونسيدريشن ال نافيجيشن في الهواء تمام بتشتغل بالجوريثم سمارت تستطيع تعرف الديستنيشن وكيف توصل له تمام بهذه الطريقه هلا الفائده حسب التطبيق بتوع المطاعم حيستخدموها للديليفري بتوع الشوارع اللي هو اداره السير حيستخدموها ليسهلوا سير عمليات الايش السيارات اللي بتوع الخضره الخضار او الزراعه يستخدموها حتى يستطيعوا استنتاج واكتشاف الدودة اللي راح تخرب المحصول للسنة كله فحسب المجال تستخدم الدرونز لكن هي زي ما حكينا هي طيارة صغيرة تمام بتشتغل بطريقة ذكية وتتعامل مع طيارات أخرى نعم أيوة واخيرا هل ممكن الماده العلميه التي تم عرضها للاستفاده؟ مش سامع هل في قطع الصوت يا ايمن؟ هل من الممكن الماده العلميه التي تم عرضها للاستفاده؟ اه طبعا طبعا بس مش حت يعني يمكن انا ما عندي مشكله بشيرها معاكم بس المشكله انك مش حتستفيد انه فيهاش تكس اذا بتلاحظوا اغلبها ايش؟ صور. لكن ما عندي مشكله يعني تمام؟ لكن ممكن اعطيك لينك اذا حد طلع صور اذا ممكن اعطيك لينكات كويس تقرا فيها كتكست ريفرنسز اه حاضر آه نعم آه وفي النهايه بنشكر حضرتك دكتور حضرت كانت ممتعه جدا وانا شخصيا استفدت الله يبارك فيك تسلمي تسلمي يا تسلمي الله يبارك فيك الف شكر بني. الف شكر بارك الله فيك ان شاء الله يلا السلام عليكم